طبعا يا جماعة الخير، مثل ما انتم شايفين الموضوع واضح، يعني كاريزما ولا ايش يخلي فنانة مشهورة تترك كل الناس تجي عند محاكيكم؟ الموضوع واضح، جاذبيتي. ايه بس انا ما توقعت الموضوع يوصل لدرجة انها تعتزل. يا عزيزي، هذه حاجات لا تشترى بالمال، وبعدين هي شافت فين الشخص اللي تغير كل توجهاته علشانه. لا يا شيخ، خلصت مضحك لنفسك؟ توقع ما نعرف سالفة نيارة؟ ترى مو مهم، الأهم شيء إنها هي جتني برجولها، غير كذا ما لي شغل أنا. أجل كريزما يا مجد المهندس، ها؟ عفوا أستاذة نتاشا. هاي. أنت شلون راضي على نفسك تمشين مع الكمخة وتسحبين هالأكياس؟ وين استقلاليتك؟ هذا اللي اعتزلت الفن عشانه يا فنانة الغفلة؟ الحين يا السعلوة بفهم شغلة واحدة، وش دخلك في حياة غيرك؟ يلا هناك انجلعي. لا أسوي لك سالفة الحين. يلا هناك. مساء الورد يا أحلى ورد، ممكن سيلفي؟ عبد الله عطني الوردة شوي بس. هناك مكانك، لا أطعنك في الشوكة. مكانك كانك يلا نفسية. ترن 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 ترن. الله نتاشا. أهلين. ما شاء الله تبارك والله، كبرتي يا نتاشا ما شاء الله. الله الله ما شاء الله عليك، والله كبرتي ما شاء الله ما شاء الله. شو أخبارك؟ شلونك طيبة؟ هاي خلاص، ترى يعني عبد الجهر مشيناها، الحين كابتن سعيد عوران. من هذا؟ شو بيعنا؟ سلامات. شي زوج نتاشا طال عمرك. طيب زوج نتاشا اهدى، تكلم بشوي، مطعم محترم، وبعدين انا اعرف نتاشا قبلك، اهدى. اوكي حبيبتي نتاشا، شو اخبارك؟ كلي بطلتي عشان القرب نتفل. والله يا كابتن الدنيا هي نصيب، رحنا عند بساره. شو بساره؟ هيدي اللي بتقرا الابراج. فهي نصحتني اتجوز انا وسعود، حسب برجنا قالت انه وضعنا بيتوافق مع بعض. شو رايك ببرج الثور؟ والله واضح صح؟ برج الثور؟ شو عرفك؟ والله واضح، انا اعرف يجون اي واحد قصير تلقين الثور على طول. يلا اشوفك على خير. معليش. بس معليش، بس المفروض الواحد يتزوج شيء صح. اعتذرني. على الاقل خذي واحد طولك. سيداتي يا سادتي، اهلا وسهلا بكم في هذه الليله الجميله، الليله اللي تختلف عن كل ليله. اليوم عندنا الفنانه الكبيره نتاشا.